الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عارية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد أنت قلت وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال
الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك ولك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلال ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعله شافعا لنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين
وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت سلطانه وبينت برهانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد، ولا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فارج الهم كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وذوي قراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار يا عزيز يا غفار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، رزقها، بركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود إله غيرك فيرجى، وليس في الكون رب غيرك فيدعى. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. لن تقبلنا في هذه الليلة الشريفة، وأن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والزائرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم يا كريم يا عزيز، وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز. اللهم أمده بالصحة والعافية، وأطل في عمره على صالح العمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه خيراً كفاء ما قدم للحرمين الشريفين وقاصديهما، ولما دعا إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم ونصرة قضاياهم. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. اللهم شد أزره بولي عهده
اللهم وفقهم وأعوانهم وإخوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يا ديان يا منان، وفق عبدك محمد بن سلمان، اللهم وفقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولأوليائك ناصرين، اللهم وفقهم لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم ومجتمعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاةً قبل الممات، يا سميع الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا قاضي الحاجات، نسألك أن ترحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع عنهم الجهل والفقر والأمراض في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الكريم المتعال. اللهم يا عزيز يا كريم يا وهاب، احفظ المسلمين والعالمين من شرور الإرهاب، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالإرهابيين ومن دعمهم ومولهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن، اللهم اكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم الأمن والاستقرار في السودان وفي الجزائر وفي بورما وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا في بلاد الشام واحقن دماءهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم يا ذا الجلال والإكرام، وعراة فاكسهم يا حي يا قيوم، وأنقذ المسلمين من الفتن والمحن والرزايا والحوادث والكوارث والحروب يا ذا الجلال والإكرام، وابسط الأمن والسلم على العالمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالعطايا، ها قد رفعنا إليك أكفنا، أكف الضراعة إليك، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل، واجعلها تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق العلماء والدعاة
ليدعو إليك على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق العاملين للإسلام، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، وبارك في جهودهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وشر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار. يا واحد يا قهار، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا وأمننا ووحدتنا بسوء. اللهم أنت حسبنا وحسيبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة أعين لأهليهم ووالديهم وأسرهم ومجتمعاتهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من الغلو والجفاء يا سميع الدعاء. اللهم أصلح نساء المسلمين، وجملهن بالعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجلال والإكرام. اللهم أعده علينا وعلى بلادنا وولاة أمرنا والمسلمين في كل مكان بالخير والصحة والسعادة والأمن والاطمئنان يا واحد يا ديان يا كريم يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للمسلمين والمعتمرين والزائرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم ثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، واربِط على قلوبهم، وسدِّد رميَّهم ورأيَّهم، وعافِ جرحاهم، واشفِ مرضاهم، وردَّهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردَّنا خائبين، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا، واجعل دعاءنا هذا دعاءً مباركًا على من حضره وسمعه وشاهده يا رب، شاهده يا رب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا، واجعلنا مستمرين على الأعمال الصالحة طيلة أعمارنا، وتوج أعمالنا بالقبول، اجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام، وعلى سنة نبيك صائبة. وارزقنا تحقيق التوحيد ولزوم السنة والسير على منهج السلف الصالح، وأعذنا من الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية والطائفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل هذا المقام آخر العهد بهذا المكان الشريف يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن يقال لهم
انصرفوا مغفوراً لكم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.